احنا تمرينه النهارده يوم واحد بيفصلنا عن بدايه الاهلي التجريبيه، مباراه بتروجيت بكره هتتلعب ان شاء الله الساعه الخامسه عصرا. خلينا نروح لزميلنا كريم احمد من داخل النادي الاهلي ونطمن على تمرينه النهارده. وبالمناسبه يعني التمرينه الصباحيه النهارده اتلغت، والاهلي او فريق الاهلي بدا يمكن من دقائق بسيطه جدا التمرين المسائي. مساء الخير كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، برحب بيك في البدايه وتحياتي ايضا لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. يعني قبل 24 ساعه من بدايه ظهور الاهلي في تجاربه الوديه، بكره مباراه امام بتروجيت، عايزين نطمن منك على الفريق، شغل مستر كولر النهارده. عارف كنت لسه بقول يمكن قبل ما تدخل معانا على طول انه التمرين الصباحي النهارده تم الغائه، تكلمنا على التمرينه وعلى مشاركه اللاعبين وعلى برنامج مستر كولر مع الفريق النهارده. يعني نقدر نقول زميلي احمد النهارده اليوم الثالث بالنسبه طبعا للمرحله الاستعداد البدني والمرحله البدنيه القويه جدا الحقيقه الفريق للنادي الاهلي اللي بدات من يوم الاحد صباحي ومسائي على حسب طبعا البرنامج التدريبي. ممكن تلاقي بعض الايام فيها تدريب وحيد، النزول بالحمل التدريبي لمباراه الغد ده كان امر مهم جدا، فبناء عليه يمكن اكتفى النادي الاهلي بتدريب وحيد اليوم. حاله الجديه الحقيقه من لعيبه النادي الاهلي والبصمه اللي شايفينها من مستر مارسيل كولر في التدريبات، رغم ان هي يمكن مرحله كبيره جدا لمخطط الاحمال اندريس اندويا طبعا وعليه مجهود كبير جدا، لكن كمان الشغل اللي في بالكوره في حمل بدني، لكن في تاتش بسيط كده بنشوفه، في لمسه بسيطه، الراجل مركز قوي على الفينش مع الاجهاد الكبير او الجهد الكبير اللي بيبذل في التدريبات. 40 دقيقه بتكون تدريبات بدنيه، ثم بعد كده بتبدا تدخل في تدريبات الكره اللي فيها كمان رفع الحمل البدني، التاكيد على الفينش على احراز الهدف، وانت في كل التعب والمجهود الكبير ده لابد يكون تركيزك 120% و150% لانهاء الهجمات. الراجل تابع بشكل كبير جدا المباريات لفريق النادي الاهلي، كل لعيب بيشوفه على حده من هايلايتس، بيتحضر ايضا كمان الحقيقه المكاري مخطط الاحمال اللي بيقوم بمجهود كبير، عنده دور كبير جدا في التحضيرات الخاصه بمباراه البطوله الافريقيه وبدايتها الحقيقه، يمكن عنده مباريات عديده قدر ان هو يحصل عليها، الهايلايتس بيتفرج عليه مارسيل كولر كل اللعيبه. فيا رب ان شاء الله باذن الله المجهود الكبير اللي بيبذل من التخطيط ومن مارسيل كولر تكون انطلاقتنا جيده جدا في البطوله الافريقيه. بدايه الموسم بكون بالبطوله الافريقيه بتتطلب مجهود كبير وتركيز اكبر، لكن رهاننا الكبير ان شاء الله على لعيبه النادي الاهلي ومدى جديتهم وتركيزهم الكبيره جدا من خلال التدريبات. النهارده طبعا التدريب بدا، التدريبات كلها المسائيه بتكون ساعه و20 دقيقه او ساعه، كلها طبعا بتكون تدريبات بدنيه وبالكوره، لكن الراجل بيركز في اخر المران على اكثر من 20 دقيقه، يعني الاستشفاء للعيبه او نقدر نقول عمل اطالات بشكل يعني دقيق جدا، لان انت عارف زميلي احمد التدريبات قويه فيها حمل تدريبي، مش هتقدر ان انت تدخل اللعيبه في تدليك ثم بعد كده تبدا تجيبهم صباحا في تدريب في حمل بدني، لا لازم يكون في استرتشات واطالات بشكل مكثف جدا، وده اللي الحقيقه بنتابعه وبنلمسه لان المجهود كبير جدا. منتظرين بقى ان شاء الله بكره على استاد الاهلي والسلام في الربيع عصر ان تشوف بقى كل نجوم النادي الاهلي، اكرم وشادي ومصطفى ميسي وشادي رضوان، كل اللعيبه الحقيقه مع السوليه، كل اللعيبه الحقيقه منتظرين، وجمهور النادي الاهلي منتظر ان هو يطمن على اللعيبه، وايضا كمان الجهاز الفني مارسيل كولر فرصه كبيره جدا ليه ان هو يشوف اللعيبه على ارض الواقع في مباراه. فريق بتروجيت من الفرق الجيده، مش معنى ان هو في الدرجه الثانيه ان هو فريق ضعيف، لا فريق جيد جدا منظم، فان شاء الله باذن الله تكون جرعه تدريبيه يستفيد بها النادي الاهلي بشكل كبير جدا. وزي ما انت قلت الحقيقه زميلي احمد، يعني يا رب بس المباراه تعدي على خير بدون اي اصابات، وربنا يحرس لعيبه النادي الاهلي هذه المباراه. شادي رضوان كمان الفيراري نسيته، يعني لعيب مبشر جدا الحقيقه، وناس كتير جدا انا ما اتفرجتش عليه في الملعب لكن ناس كتير جدا بتشيد بامكانياته. خليني اسالك بعيدا عن الكوره وبعيدا عن الملعب والتدريب، مستر مارسيل كولر احساسك يعني قرايتك ليه قرب من اللعيبه، ابتدى يحفظ اسماء، ابتدى يعني يبقى في لغه حتى بادي لانجوج بينه وبين لعيبه النادي الاهلي، قصه مرتبطه بالتواصل يا كريم؟ هو راجل مميز جدا الحقيقه في هذا الامر، خبرته بتدل على هذا الامر، خبرته في الملعب وفي التدريبات قدر ان هو يوصل للعيبه الحقيقه في وقت قليل جدا. زي ما قلت لك سر نجاح المدير الفني مع لعيبه النادي الاهلي هو المستطيل الاخضر وغرفه خلع الملابس، القرب من اللعيبه من الفندق الى الملعب ومن الملعب الى الفندق في ظل وقت يمكن ضيق جدا، ده امر مهم الحقيقه. الراجل بيحاول ان هو يوصل للعيبه، يتكلم معاهم، شوف يعني حاجات كده بسيطه جدا بتقرب من اللعيبه، هزار مع اللعيبه، ده اسمه ايه، الاسم الحركي ليه، في حاجات كده كلها طبعا بتكون خاصه بلعيبه النادي الاهلي. فالراجل الحقيقه بيتعامل على الجانب النفسي بامر مهم جدا، لكن احنا الامر اللي يهمنا انت عارف طبعا هو الامر على المستطيل الاخضر والمردود الكبير جدا، وهي الجمل التكتيكيه والتدريبات والخطط ورؤيته، ازاي هيقدر ان هو يشرك كل اللعيبه غدا، هيوزع الاحمال ازاي، كل الامور دي الحقيقه منتظرين نشوفها في الثلاث مباريات وليس في مباراه بتروجيت. محتاجين ان احنا نشوف اللعيبه، مش هيبقى في بصمه كبيره جدا لكن هتبان الملامح وهتبان بعض الامور الخاصه باللغه التكتيكيه بين اللعيبه ايضا كمان. ويمكن عايز اكد كمان على الدور الكبير الحقيقه اللي خالد
الجوادي مترجم فريق النادي الاهلي اللي قام بدور كبير جدا رغم وصوله يمكن في وقت قليل جدا، لكن الحقيقه الراجل بيتقن اللغه الحقيقه الالمانيه، الراجل بيتواصل بشكل كبير، وكمان لما تبقى فاهم كوره وعندك المصطلحات الخاصه طبعا بلغه كره القدم بتسهل بشكل كبير جدا. فالمجموعه كلها الحقيقه مجموعه مبشره للتيم كله، الجهاز الفني، محطه الاحمال، المترجم، كل اللعيبه، مع المجهود الكبير اللي بيبذل مجلس اداره النادي الاهلي زي ما بناكد في كل مره، توفير كل المناخ وكل سبل الراحه لنجاح واسعاد فريق النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي خلال المرحله القادمه. متفائلين زميلي احمد ان شاء الله، ويا رب تكون انطلاقه جيده لفريق النادي الاهلي ان شاء الله. بشكر الزميل عزيز كريم احمد من داخل النادي الاهلي. دي كانت اخبار تمرينه النهارده، وخليني اقول لكم الفيدباك اللي جاي من جوه النادي الاهلي. ناس كتير جدا شافت الراجل وتابعته، خصوصا من الناس اللي يعني عاشت نجاحات الاهلي في الثمانينات والتسعينيات، بيشبهوا الراجل بشكل كبير جدا بالمدير الفني الالماني ديتريتش فايتسا، الراجل اللي جه الحقيقه وحط بصمه كبيره جدا مع الاهلي، ومن بعدها طبعا مع منتخب مصر. بيحسوا رايهم يعني هو قريب جدا من مدرسه فايتسا، والراجل بيتكلم في تفاصيل كتير وطالب حقيقه ليه، حتى يمكن اتكلم مع الاداره في ليه بعض الطلبات المتعلقه بالاجهزه التدريبيه اللي عايز يضمها ويحطها في ملعب التتش استعدادا لبدايه الموسم الجديد. على كل